الإرهاب بيعتبر من أخطر وأصعب التحديات اللي مصر بتواجهها خلال هذه الفترة، ويمكن الإرهاب أيضا من العوامل الخطيرة جدا اللي بتأثر على الاقتصاد، بتأثر على الاستثمار، بتأثر على تمويل المشروعات الهامة جدا اللي بتدعم الاقتصاد المصري. بيأثر كمان الإرهاب على نسبة البطالة، بيزود من نسبة البطالة في البلد، بيأثر على عقول بعض الفئات من الشباب، وكتير وكتير من السلبيات اللي بيحققها الإرهاب طبعا اللي متوغل واللي أصبح من القضايا الصعبة جدا واللي فيه مواجهة عنيفة من قبل القوات المسلحة للقضاء على هذا الإرهاب. ولكن بالتأكيد إحنا كجموع الشعب المصري علينا دور مهم، ولازم نتكاتف مع المؤسسات العسكرية ومع الشرطة إن إحنا نواجه هذا الإرهاب الغادر اللي أصبح بيهدد أمان وحياة كل المواطنين المصريين على أرض مصرنا الحبيبة. حول طبعا مصر ومسيرة التنمية والقضاء على الإرهاب، يشرفنا يكون معنا في هذه الفقرة أستاذ أشرف عبد العزيز الخبير في الشؤون العربية والدولية. أهلا بك أستاذ أشرف، صباح الخير. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. يعني بداية خلينا نتكلم كده عن المشهد الراهن والوضع الحالي في سيناء وعملية سيناء 2018 والمواجهة الحقيقية للإرهاب الغادر اللي أصبح مستوطن في هذه المنطقة. دعينا نقف عند هذه العملية التي يعني ستظهر الأيام القادمة متى يعني براعة المقاتل المصري وبراعة الجندي المصري وبراعة متخذ القرار الذي أعطى غطاء سياسيا وقانونيا لهذه العملية الشاملة في سيناء. عملية سيناء 2018 هذه العملية بالمفهوم الاستراتيجي لها أكثر من بعد ولها أكثر من رسالة على المستويين الداخلي والخارجي. دعينا نقف عند المستوى الداخلي، هي رسالة تؤكد تلاحم جميع مؤسسات الدولة إلى جانب القيادة العسكرية في مواجهة هذه الظاهرة التي أصبحت آفة كما أشرت في المقدمة، عاقت عملية التنمية التي كنا نراهن عليها خلال السنوات الأربع الماضية. هذه الآفة يجب أن تستأصل من جذورها، وهو ما يحدث الآن في سيناء. ولذلك كانت الرسالة الأهم هي تلاحم الشعب المصري بكافة مؤسساته وبكافة أبنائه حول قيادته وحول المؤسسة العسكرية من الجيش والشرطة في هذه المعركة النبيلة التي تؤكد للعالم رسالة أخرى، وهي رسالة الخارج، أن سيناء بالكامل أرض مصرية، وأن مسرح العمليات ليس فقط هو على أرض سيناء وإنما على جميع الأراضي المصرية من الجنوب ومن الشرق ومن الغرب، ليس فقط في سيناء. هذه الملحمة البطولية تؤكد حرص المصريين والقيادة المصرية على السيطرة على كامل التراب الوطني لبدء مسيرة التنمية. هذه المسيرة التي يمكن أن تكون مرحلة لم تشهدها مصر من قبل، لذلك نحن أمام ملحمة كبيرة في سيناء. هذه الملحمة ستضع مصر في مرحلة متقدمة. المشهد في سيناء يؤكد من خلال 15 بيان الذي أصدرتهم القيادة العامة للقوات المسلحة أن هناك نجاحات كبيرة تحققت على أرض الواقع، وأن هذه النجاحات بدأت تصل إلى مراحلها النهائية. ربما تعكس أيضا أن ما يحدث في سيناء لم يكن مخطط تفكير قدرات جماعات أو تنظيمات، وإنما هو أكبر من ذلك. سيناء كانت جزء من مخطط تشهده المنطقة، ليس فقط الموضوع ليس عناصر إرهابية وما إلى ذلك كما يتصور البعض، وإنما هي كانت مخطط من تحويل سيناء إلى منطقة صراع دولي في هذه المنطقة، ومعروف له أبعاده وأهدافه. ولذلك تعاملت القيادة المصرية بذكاء وبحرص شديد على ألا تدخل سيناء ضمن الصراعات الإقليمية التي نشهدها هنا أو هناك. ويمكن ده كان يعني يحسب للتفكير والحكمة التي تمتلكها القيادة المصرية في هذه المرحلة. لذلك موضوع يعني الحرب الشاملة في سيناء هذه ليست فقط ضد عناصر إرهابية، وإنما هي رسالة للعالم أجمع بأننا متمسكون بكل ذرة تراب، وأننا قادرون بأنفسنا وليس بمساعدة الآخرين على حماية أرضنا وممتلكاتنا في هذه المنطقة. أستاذ أشرف، بالنسبة للوضع الدولي والوضع الإقليمي الحالي ومدى تأثير هذا الوضع على التنمية في مصر في هذا التوقيت؟ تأكيد يعني ده سؤال مهم، خاصة
وأن أي مستثمر أجنبي عندما ينظر إلى المنطقة في هذا بهذا الشكل أو بهذه الصورة الملتهبة هو بالتأكيد يبعد عن المنطقة. لكن دعينا نقف عند انعكاس ذلك. بالفعل السنوات الثمانية الماضية انعكست سلبا على عمليات التنمية في المنطقة، ليس فقط في مصر وإنما في المنطقة بشكل كامل. هناك محاولات لإجهاض أي تحرك أو أي عملية تنمية أو استقرار خاصة في مصر، هذه المحاولات معروفة للجميع، وهذه السياسات التي تحاول إعاقة التقدم في مصر معروفة أيضا. لكن دعيني أقف عند نقطة مهمة، على الرغم من هذه الأجواء السلبية والمظلمة إلا أن روح التفاؤل لدى المواطن المصري والعربي تعيد تجسيد مرحلة جديدة يمكن البناء عليها. ما نراه اليوم من بعض الدول الشقيقة في الزيارات المتبادلة وفي الإعلان عن تعاون مشترك وآخرها زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية إلى مصر تجسد هذه الرؤى أنه لا بديل عن التعاون العربي العربي أو العربي المصري. لذلك ثقة هذه الدول في الشقيق أو في الأخ تؤكد أننا ماضون باتجاه سليم وباتجاه صحيح، على عكس الآخر أو الأجنبي هو لا يؤمن بشعارات، هو يؤمن بمواقف ويؤمن بمناخ يدعم أو يجعله يثق في الاستثمار في هذه المنطقة وتحديدا في مصر. لذلك تصدير المشهد المصري على أنه غير مستقر معروف هدفه بأنه هو يحاول إضعاف أو إسقاط التحرك المصري الواعي لإعادة مصر إلى الخريطة السياسية والخريطة الاقتصادية، وخاصة بعد أن احتلت أماكن كثيرة في مراكز صنع القرار على المستوى الدولي والإقليمي. صحيح. الدولة الحقيقة بتسعى لتحقيق التنمية الشاملة في منطقة سيناء على وجه الخصوص، ولكن مع وجود هذه الصراعات وهذا الاضطراب اللي حاصل في منطقة سيناء بسبب الإرهاب اللي متواجد في المنطقة، إزاي ممكن ده يأثر سلبا على تحقيق التنمية في هذه المنطقة يا فندم؟ لا أنا حابة أطمنك، البيان الخامس عشر امبارح صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، في الجزء الأخير من البيان كان في فقرة يمكن محدش أخد باله منها. القوات المسلحة المصرية عندما تؤمن بعقيدة هي تحارب لكن تحافظ على المدنيين. البيان امبارح أصدر في جزء منه متعلق بتقديم كافة أنواع الدعم للمدنيين في سيناء على الرغم نظرا للظروف اللي تمر بها. اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار ببدء عملية التنمية، يكلف الوزير محلب ببدء طرح مشاريع للتنمية في أراضي سيناء، وده بيدل على أن القضاء على الإرهاب في مراحله الأخيرة، وأن عملية التنمية موضوع الخطة القادمة لسيناء تحديدا. هذه الخطة تأخرت كثيرا، ويمكن ده كان سبب من أسباب المعاناة التي تعاملنا فيها مع موضوع سيناء. سيناء اليوم لدى القيادة خطة متكاملة للتنمية والاستثمار في كل بقعة في سيناء سواء في الشمال أو في الجنوب، وتحديدا الشمال الذي أهمل لفترات طويلة، ويمكن كان معروف سبب التغاضي عن مشاريع تنموية حقيقية في سيناء والانتقال إلى هذه البقعة التي بالتأكيد ستعود على ليس فقط على أهالي سيناء وإنما على الدولة المصرية بالكامل. الخطة هي جزء، خطة سيناء هي جزء من الخطة الشاملة للتنمية في مصر. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع لنفسه استراتيجية قد تكون مختلفة، هي استراتيجية الاحتواء والتنمية المستدامة التي يشارك فيها الجميع. هذه الاستراتيجية لا تقوم بها الدولة فقط، وإنما يقوم بها أيضا يساهم فيها القطاع الخاص ويشارك فيها المواطن المصري، بحيث الجميع مشارك والجميع مستفيد. ودي يمكن كانت الروح اللي تبلورت في تبرعات كثيره من المواطنين المصريين في صناديق كثيره اسهمت في هذه العمليه وساعدت في انجاح الكثير من المشاريع التي
قامت بها مصر في الفترة الأخيرة. صحيح. وهي مشاريع كلها يقال أنها مشاريع عملاقة أو مشاريع مهمة في هذه المرحلة لإعادة بناء مصر المعاصرة أو مصر الحديثة. يمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني بيراهن على المشروعات التنموية العملاقة للوصول للتنمية وتحقيق التنمية، يعني من وجهة نظر حضرتك أهمية المشروعات العملاقة في هذا التوقيت علشان نواجه التحدي اللي بيحصل ونرجع تاني نقوم اقتصاد مصر على رجليه يعني خلال الفترة. يمكن حضرتك أثرتي نقطة مهمة جدا، كان دايما يطرح سؤال الهدف منه الإحباط، يعني كان يقال أن مصر في اقتصادها الضعيف في الفترة الماضية، ورئيس السيسي يقوم بمثل هذه المشروعات العملاقة التي تحتاج إلى اقتصاد دول وليس دولة فقط، إذن على ماذا يراهن؟ ده كان السؤال دايما مطروح. الرئيس السيسي عندما تحرك في هذا الاتجاه هو عالج الكثير من الفيروسات والكثير من الأمراض التي أصابت الاقتصاد المصري على مدى سنوات طويلة، وأيضا أثرت في ثقافة المواطن المصري في التعامل أو في نظرته إلى هذه المشاريع. صحيح. الرئيس السيسي عندما راهن على المشاريع القومية العملاقة هو يراهن على مستثمر يثق. المستثمر عندما يثق في مثل هذه المشاريع، دولة في حالة حرب وفي حالة وفي منطقة ملتهبة وتقوم بمثل هذه المشاريع العملاقة، إذن تطرح أكثر من علامة استفهام، تعطي الثقة للمستثمر الأجنبي وتعطي الثقة للمواطن المصري في قيادته في أنه لا ينظر أمامه وإنما ينظر لمستقبل أبعد لأجيال قادمة. ودي يمكن خطة 2030 اللي بدأت ملامحها تتحرك باتجاه مقومات الاقتصاد المصري. مصر دولة بالمفهوم الدول، هي دولة لا تملك من المقومات، تملك من الشعب، تملك من الموارد، تملك يعني من العقول، فلذلك يجب أن يستثمر هذا. دولة بالمفهوم الكبير، دولة لها مفهوم ولها جذور ضاربة في التاريخ، وبالتالي أي هزات كانت تمر بها لم تؤثر تأثير كبير كما تأثر به دول أخرى في المنطقة، لذلك ستظل مصر قوية. الخطة التي وضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة القادمة هي جعلته يراهن على هذه المشاريع، خطة تعتمد على موارد قادمة، البترول، الغاز، عودة السياحة. صحيح. أيضا هذه المشاريع ستفتح المجال أمام نقطة مهمة وهي القضاء على البطالة، كما أشرت في المقدمة أن التوتر في المنطقة أو الصراعات في أي دولة أو في أي منطقة بالتأكيد تؤثر على عملية التنمية وستزيد من عملية البطالة. لكن دعينا، أنت عندك شركة هيرمس لها تقرير صدر العام 2018 أن الاقتصاد المصري سيشهد نموا وتعافيا كبيرا في عام 2018. هي لم تطلق هذا التقرير اعتباطا، لكن تطلق التقرير استنادا إلى حقائق وإلى أدلة. مصر مقبلة على كذا، مقبلة على اكتشافات نفطية وغاز طبيعي، مصر مقبلة على عودة السياحة، مصر مقبلة، فده كله يعطي هذه التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية وأيضا تقرير صندوق النقد الدولي، كلها يؤشر إلى أن مصر في المرحلة القادمة أو خلال السنوات القليلة القادمة ستبدأ مرحلة جني الثمار اللي ما مرت به خلال أو البنية التي وضعت خلال السنوات الماضية. ولذلك يعني يمكن في المرحلة دي مرحلة مهمة جدا هو الشعب المصري يعيها ويدرك تماما أهمية وضرورة تكاتف كل مؤسسات الدولة وأن يكون خلف هذه المؤسسات لعبور هذه المرحلة لبداية جني ثمار المرحلة الماضية. جميل. أهم القطاعات يا أستاذ أشرف اللي احنا محتاجين نركز عليها قوي خلال المرحلة الراهنة عشان ندعم اقتصاد البلد وندعم الوضع الاجتماعي بشكل عام داخل مصر، الوضع السياسي والاقتصادي، ايه أهم القطاعات اللي محتاجين ننهض بيها نهضة حقيقية واللي ممكن يكون ده بيتم بالفعل وفي تركيز على تمام هذه القطاعات؟ تمام. في عندنا محاور مهمة، يمكن أول محور هو محور السياحة. عودة السياحة من شيء أساسي. طبعا. السياحة ليست هي للترفيه وإنما هي صناعة. صحيح. صناعة فيها أكثر من 44 مهنة. وبالتالي موضوع القضاء على البطالة مرتبط بعودة السياحة
ايضا هناك مشاريع جديده يعني اكتشافات النفطيه واكتشافات الغاز، لمشاريع جديده تدخل السوق المصري. خلي بالك احنا في مفهوم جديد في العقليه الاقتصاديه المصريه، احنا دايما كنا بنصدر خامات، انما حرص القياده على ان تصنع هذه الخامات داخل الاراضي المصريه هو بالتاكيد الاستفاده من كل الموارد التي تملكينها، وايضا جذب صناعات او مصانع داخل الوطن، وهو يمكن ده المشاريع القوميه العملاقه الموجوده او الطموحه في قناه السويس. ايضا المشاريع الصغيره والمتناهيه الصغر، خاصه وان هناك دعوه للشباب الان لهذه لو لقروض للاستفاده منها في المشاريع الصغيره والمتناهيه الصغر. يعني ثقة تماما ان مصر في المرحله القادمه ستنطلق انطلاقه كبيره، وهذه تحتاج او تتطلب الكثير من الوعي والتحرك بهذا الاتجاه. ويمكن هذه العقول التي تدير المفهوم الاقتصادي في المرحله الراهنه، وان كان البعض يراها قاسيه بعض الشيء في على المواطن، لكن مردودها هيكون افضل ان شاء الله. حضرتك شايف اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي تحديدا بفئه الشباب والحرص على ان يكون في دائما انعقاد للمؤتمرات الخاصه بالشباب، دي من الحاجات اللي دعمت الشباب المصري خلال الفتره اللي فاتت، واللي يمكن بتحميهم شويه من بعض يعني الدعوات المغرضه اللي بيتم الترويج اليها خلال هذه الفتره. يمكن هذه الروح الجديده على المواطن المصري روح المشاركه لدى صانع القرار. صانع القرار عندما يحرص على مشاركة المواطن والشباب تحديدا، هو يريد أن يضعه على طريق أن يكون قائدا في المستقبل، مشاركا في صنع القرار، مشارك في كل هموم الوطن، يضع أفكار ورؤاه لبدء مسيرة إصلاح، مسيرة تنمية، مسيرة العمل السياسي. ودي يمكن هي دي الفترة المهمة جدا، خاصة ونحن مقبلون على استحقاق الانتخابات الرئاسية هذا الشهر. وهذه المرحلة بالتأكيد انت هتشوفي مشاركة جديدة من جانب الشارع المصري والشباب تحديدا في هذه الانتخابات، خاصة وأنها تعكس وعي وإدراك ورسائل ليس فقط للداخل وإنما للعالم أجمع، أن الشعب المصري تخطى كل المراحل السلبية الماضية. الشعب المصري يقف خلف قيادة سيختارها بنفسه. الشعب المصري يدرك خطورة التحديات المحيطة به من كل جانب. الشعب المصري يدرك أن هذه التحديات يجب أن يكون صمام الأمان، ويكون الرهان الذي كسبه الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما راهن على الشعب المصري أن يقف خلفه. فبالتأكيد ستشهدين في المرحلة القادمة روح جديدة لدى الشارع، وروح أكثر جدية واكثر تفاعلا من الشباب المصري. وده اللي احنا بنطمح فعلا يا فندم ان احنا يعني نشوفه بيتحقق على ارض الواقع خلال الفتره اللي جايه. ومهم جدا ان احنا برضو نعرف من حضرتك اهم الدول اللي ممكن تكون بتشترك مع مصر في التبادل الاقتصادي، واهم الدول اللي احنا محتاجين ان احنا نتعاون معها ونزود التعاون الاقتصادي مع هذه الدول، عشان ده ممكن يحقق امان طبعا متبادل من الناحيه التجاريه والاقتصاديه لمصر ولهذه الدول. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الرئيس عبد الفتاح السيسي انتهج في الفتره الماضيه دبلوماسيه جديده هي دبلوماسيه القمه. دبلوماسيه القمه تعتمد على التحرك من جانبه بشخصه، وليس عن طريق افاد وزير الخارجيه او مبعوثين لي فقط، وإنما هو كان يتحرك بنفسه على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، وده انعكس في وضع مصر في دوائر صنع القرار الدولي، وبالتالي كانت النتيجة أكثر إيجابية في استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية. احنا بنراهن في الفترة دي على كثير من الدول الصديقة في الدول الغربية، في تحركات من دول كان لها مواقف متباينة أو مواقف عليها أكثر من علامة استفهام، لكن مصر استعادت هذه العلاقات مع الدول، ولدينا أمثلة مثل ألمانيا. أما الدول الشقيقة وهي الدول العربية، الرهان عليها دائم، وهي أيضا تراهن على عودة مصر لقيادة المنظومة العربية في هذه المرحلة. أنت ما عندكش دول مؤهلة في المنطقة،
لقيادة هذه المنظومة وإعادة اللحمة العربية سوى مصر ولديها بعض الدول الشقيقة؟ عندنا دول الخليج العربي صحيح. وأيضا لدينا الجزائر والأردن والمغرب، وهناك دول كثيرة تدفع بهذا الاتجاه، تدفع بأن تكون مصر هي صمام الأمان للأمن القومي العربي. الأمن القومي العربي عندما نتحدث عنه ليس هو أمن عسكري، إنما أمن بمفهوم الشامل، أمن اقتصادي، أمن ثقافي، أمن اجتماعي، أمن هوية المواطن العربي، الحفاظ عليها. ولذلك هذا هو ما يسير عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن هذا يعكس جانب آخر هو جانب التعاون مع هذه الدول في مجالات شتى. انا بعتذر جدا لمقاطعه حضرتك يا دكتور يا فندم، لان الحقيقه وقتنا احنا انتهى تقريبا، ولكن كنت سعيده جدا بوجود حضرتك معانا وبالحوار مع حضرتك، ونتمنى ان شاء الله ان مصر تستكمل مسيره التنميه مهما كان في تحديات وبعض الصعاب اللي بتواجهنا. بشكر حضرتك جزيلا استاذ اشرف عبد العزيز الخبير في الشؤون العربيه والدوليه، شكرا لك يا فندم. شكرا لك. أشكركم مشاهدينا على متابعتكم لينا، وغدا يتجدد لقاء حضراتكم مع فريق عمل جديد وساعة جديدة وساعة صبحية. شكرا لكم وإلى اللقاء.